بونجور ا توس بيانفينو سور ما شان يوتيوب. الوغ اليوم اعزائي التلاميذ بعد ما درت المراجعه العامه للوحده الثانيه والاولى فيما يخص السنه الرابعه متوسط دونك اجوردي اون فا اونتاميني لا كومبوزيسيون نيميرو 1 دو تريمستر 1 داكور. الوغ راح نقرا النص كما العاده دونك راح يكون النص او الاسئله مع الحلول دونك جامغ بيان كو كي نوصل للاسئله او نهايه الاسئله نتوما تحبسوا لا فيديو تروحوا ديروا الاجابات تاعكم بعدها تشوفوا الحلول اسكو سي كلير دونك اون فايسي دو ليغ تبعوا معايا راح نقرا باللغتين العربيه والفرنسيه ترافيرسي بار ديفيرس سيفيليزاسيون ملاحظه فقط قبل ما نبدا انه هاد الكومبوزيسيون فقط مثال اللي ممكن انه الاساتذه نتاعكم انه يخدموا مثله اسكو سي كلير ومانيش رايحه ندير فقط كومبوزيسيون واحد راح ندير العديد من لي زيكزومبلير اسكو سي كلير دونك ترافيرسي بار ديفيرس سيفيليزاسيون يعني عبر العديد او عبر مختلف الحضارات et ce durant des siècles و من خلال العديد من قرون مضت l'Algérie الجزائر possède ماذا un patrimoine donc تبعوا معايا possède l'Algérie الجزائر possède تحتوي un patrimoine على تراث culturel ثقافي riche et varié غني ومتنوع d'abord اولا découvrir le Sahara يعني اكتشاف الصحراء cet espace unique هذا المكان الفريد من نوعه est fascinant ورائع constituant يشكل à lui seul وحده tout un univers بمعنى يشكل وحده ما كون آخر est-ce que c'est clair qui ne cesse d'attirer les touristes الذي لا يتوقف على attirer بمعنى جذب السياح enquête يعني من لتحقيق ماذا de découverte اكتشاف هذه المنطقة et d'évasion بمعنى الهروب إلى هذه المنطقة visiter l'un des plus grands musées à ciel ouvert يعني كي نروحوا للصحراء شرايحين نزورو قال لك l'un des plus grands musées يعني المتاحف الكبرى واحد من بين المتاحف الكبرى à ciel ouvert يعني في هواء الطلق qui regorge التي تحتوي de milliers de peintres على العديد او الملايين من الرسومات et gravures rupestres وكذلك النقوش الصخرية survoler كذلك نطير الى les splendides dunes les dunes قلنا الرمال او الكتبان الرمليه كيفاش دايره les splendides الرائعه doré يعني الذهبيه et les palmeries والنواحات verdoyantes بمعنى الخضراء de janet يعني في منطقة جانيت allez à la rencontre ونذهب كذلك لمعرفة les montagnes جبال تعواش du Hogar يعني جبال الهوغار et le plateau وهضبة الأسكريم qui permet l'admiration التي تمكننا من عشق de plus beau يعني أجمل levé بمعنى شروق et coucher غروب du soleil الشمس Ensuite, بعدها, les ruines romaines, الآثار أو الآثار الرومانية de Djémila, Timgad, Tipaza, Cherchel sont remarquablement, بمعنى لافتين للنظر, conservées ومحافظين عليهم. Et méritent وتستحق ماذا une visite approfondie, بمعنى زيارة معمقة. Puis, بعدها, la musique algérienne, بمعنى الموسيقى الجزائرية, est connue, معروفة, pour la diversité de ses styles بتنوع أنماطها et طبوعها et la richesse وغناها أو ثروتها de son répertoire في محتواها يعني متنوع elle comprend تحتوي على différents genres على العديد من الطبوع tel مثل l'andalo بمعنى الأندلسي le chabi le kabil le chawi le sahraoui et le ghani كذلك aussi l'art pictural بمعنى الفن التصويري ou la peinture ou bien la peinture يعني الرسومات met en valeur تعطي قيمة لواش l'identité d'un peuple algérien بمعنى لهوية الشعب الجزائري les peintres بمعنى الرسامين ont prisé leur inspiration بمعنى أخذوا ماذا إلهامهم donc leur inspiration إلهامهم dans la richesse من خلال ماذا التروة de notre patrimoine li turatina pour réaliser leur œuvre يعني من اجل تحقيق اعمالهم enfin في النهايه l'artisanat algérien الحرف الجزائريه
relève du savoir-faire. يعني في الأساس معروفة بواش qui se transmet de génération par transmis de génération en génération بمعنى تنتقل من جيل إلى جيل. Une expression merveilleuse, هذه الرحلة الرائعة d'une passion séculaire, pardon, يعني شغف علماني pour réaliser من أجل تحقيق ماذا différents produits, العديد ومختلف المنتجات comme les tapis بمعنى السجادات, les bijoux kabyles بمعنى الحلي أو المجوهرات القبائلية, la poterie بمعنى الطين et la broderie بمعنى الطرز. En effet, l'Algérie, الجزائر a un patrimoine لديها تراث d'une richesse exceptionnelle, يعني غني وفريد من نوعه, qu'il faut sauvegarder بمعنى يجب الحفاظ عليه. Pouvoir l'enrichir, يعني نستطيع كذلك أن نزيد في هذا الباتريمون et le mettre en valeur ونعطيه قيمة أكثر afin qu'il soit transmis وبعدها ممكن أن ينتقل d'une génération à une autre بمعنى من جيل إلى آخر. Donc c'est un texte adapté ou bien source internet. Donc أعزائي التلاميذ هذا فيما يخص النص نتاعنا تاع اليوم. نمر إلى الأسئلة. Alors la compréhension de l'écrit c'était sur 13 points. Lis le texte pour choisir la bonne réponse. Donc راح تقرا النص et راح تختار الإجابة الصحيحة. L'auteur dans ce texte, الكاتب في هذا النص راح نختار واحدة من هذه الإجابات. واش راح يدير الكاتب في هذا النص؟ هل raconte un voyage qu'il a fait بمعنى راح يحكي لنا un voyage رحلة قام بها, ou bien raconte une histoire يحكي على قصة ما, ou bien décrire un lieu بمعنى راح يوصف لنا في مكان. B le patrimoine, واش هو le patrimoine التراث؟ هل هو un héritage du passé بمعنى موروث الماضي, B un lieu touristique مكان سياحي, ou bien C une ancienne civilisation. نمر للسؤال الموالي. C visiter l'un des musées à ciel ouvert. قالوا لنا هذه الجمله اللي رانا مسطرين عليها اللي هي visiter l'un des musées de à ciel ouvert, واش معناتها؟ هل هذه الجمله معناتها un espace naturel en plein air, ou bien un espace fermé, ou bien un grand musée? Donc un espace naturel en plein air بمعنى مكان طبيعي, يعني مكان طبيعي في الهواء الطلق, ولا مكان مغلق, ou bien متحف كبير. يعني قالوا لنا هذه الجمله اللي هي visiter l'un des musées à ciel ouvert, ما واش معناتها؟ راح نختار واحده من هذه الاجابات. D on trouve dans une palmerie, واش نجد في palmerie, واش نجد في لوحه؟ Des peintures rupestres, هل نجد نقوش صخريه, ou bien beaucoup de palmeries, العديد من النخيل, ou bien des montagnes, الجبال. Est-ce que c'est clair? E ce texte est, هذا النص هو عباره عن ماذا؟ هنا attention, faites très attention. نقولوا narratif à visée argumentative, ou bien explicative à visée argumentative, ou bien descriptif à visée argumentative. نعاود, هل النص نتاعنا هو نص يحكي قصة بوجهة أو بنظرة حجاجية, أو يشرح لنا بنظرة حجاجية, أو راه يوصف لنا بنظرة حجاجية؟ نورمالمون راكم عارفين الإجابة كيش راح تكون, راني ديجا شرحتها من قبل. 2 réponds aux questions suivantes, راح نجاوب على السؤالين. هذه عبارة عن أسئلة مباشرة. A comment sont les dunes, كيفاش راهي لي دون, أو كيف هي لي دون, كيف هي الهضاب أو الرمال هذه, كيفاش هي الكتبان الرملية؟ هنا راح نلقى الإجابة أكيد في النص. B où se trouve-t-elle, أين ممكن أن نجدها, يعني هاد الرمال أين نجدها؟ 3 selon l'auteur, يعني من خلال الكاتب, les artistes, الفنانين, peintres, يرسمون, s'inspirant, أو رسوماتهم يأخذونها من خلال الإلهام تاعهم اللي يدوه من واش, من لا ريشيس دو باتريمون, من خلال الثراء للتراث نتاعنا. السؤال يقول غولوف لا فراز كي لو مونتر, يعني راح نستخرجوا السؤال اللي يبين لنا انه الفنانين والرسامين يدوا الالهام نتاعهم من خلال الباتريمون تاعنا. نيميرو 4, واش تقولنا نيميرو 4؟ غولي لو تيكست, راح نعاود نقرا النص بوي جو كومبليت لو تابلو سيفون, راح نعاود نكمل هاد التابلو. التابلو تاعي واش يقول؟ لاحظوا معايا جيدا, راح تعطوني لو تام, تعطوني لا تيز, ان ارغومون اي لو كونيكتور كي لانترودوي, يعني حجه والكلمه اللي توصفها او الحجه والكونيكتور نتاعها, وتعطوني ان اكزامبل مثال. داكور, السؤال اللي بعده رقم 5, غولوف دون لو تيكست, راح تستخرج من النص ماذا؟ دو ادجيكتيف
صفتين كي كاليفيون التي تعبر على واش على لو باتريمون الجزائري على التراث الجزائري. نيميرو 6 choisir la bonne réponse puis recopla. دونك راح نختاروا الاجابات وينها ونجاوبوا عليها. رقم 6 واش يقول؟ dans ce texte l'intention de l'auteur est, يعني في الكاتب هنا وجهه النظر نتاعو او اهتمامه هو على واش كان، هل من اجل ديكري، راح نختاروا عندي ا بي سي، راح نختار وحده منهم، décrire le Sahara pour faire le connaître, خلي راه يوصف لنا الصحراء من اجل معرفتها، او بيان décrire plusieurs endroits، يعني وصف العديد من الاماكن في الجزائر pour les faire connaître باش نعرفوها، او بيان valoriser le patrimoine، يعني يعطي قيمه اكثر للتراث نتاعنا الجزائري pour le fait connaître، يعني باش نعرفوه. هنا راح نختاروا وحده من هذه الاجابات. نمروا للاسئله المواليه. Alors, question numéro 7, واش تقولنا؟ souligne la proposition subordonnée dans la phrase suivante. راح نسطر على الجملة أو نسطر على la proposition subordonnée قلنا puis dans sa nature grammaticale. يعني أنا قريتكم la proposition subordonnée relative et completive. راح نشوفوا هنا في هذه الجملة، راح نسطروا عليها proposition وتقولوا لي هل هي completive ولا relative. Il constituait à lui seul un univers qui ne cesse d'attirer les touristes. هنا راه كاين عندنا بروبوزيسيون سيبوردوني، تقولوا لي يا اما غولاتيف ولا كومبليتيف. نيميرو 8، il faut sauvegarder le patrimoine algérien car il est très riche. يجب الحفاظ على التراث الجزائري لانه مهم جدا. Quel est le rapport exprimé dans cette phrase؟ دونك هنا راح فقط نبين لكم بلي لو رابور، يعني تحطوا على هذه كار. هذه كار واش تمثل؟ داكوغ، هذه كار واش تمثل؟ نورمالمون راكم قارينها ديجا في لي زاني باسي. دونك كار نورمالمون باش نصح نعطيكم كسؤال، هل هي كوز ولا لا كونسيكونس؟ دونك وتعطوني اكسبريم لو دو نوتر مانيير، في مكان كار تنجمو ديرو لي حاجه اخرى. داكوغ. السؤال رقم 9 واش يقول؟ عطانا هاد الجمله جو بونس كو، حذاري هنا، جو بونس كو لو سارا دوموري لوندوا لو بلي فيزيتي بار لي توريست. الوغ هنا واش قالوا لنا؟ donne la nature du verbe souligner. Le verbe souligner هو هذا pense. D'accord؟ هذا pense راح نمدو la nature تاعو. Donc هنا كي تقولوا لي واش هي la nature، donc il y a un verbe de sentiment ou le verbe d'opinion. نتوما تعرفوا راني ديجا راني درت الدرس. من بعد واش قالوا لنا؟ écris correctement le verbe entre parenthèses au mode qui convient. يعني الفعل هذا اللي يكون مصرف بين قوسين. انا قلت لكم في la proposition subordonnée complétive كي يكون عندنا هنا، شوفوا النوعيه تاع الفعل، كي يكون عندنا ان فيرب دو سنتيمون هنا الفعل الثاني فاش يتصرف، وكي يكون عندنا ان فيرب دوبينيون الافعال هنا فاش تتصرف، يعني شو ولا لو مود. داكوغ، انا راح نسهلها لكم. كاين مود يا اما سيبجونكتيف ولا انديكاتيف، يعني على حسب هذا الفعل واجابتكم راح تعرفوا الاجابه الثانيه. داكوغ. نيميرو 10، ريبون بار فري او فو، راح نجاوب بصح او خطا. Le patrimoine culturel, يعني التراث الثقافي est un bien précieux. يعني هنا يعني غني جدا. Le plateau de l'Askerm nous permet d'admirer les montagnes. هل هضبة تاع الأسكرم هي اللي تخلينا نعشق في الجبال؟ Les ruines romaines بمعنى الآثار الرومانية، la musique الموسيقى، كذلك عندنا la peinture الرسومات et l'artisanat يعني الحرف الجزائرية font partie du patrimoine algérien، هي جزء من التراث الجزائري. هل هذه الإجابة صحيحة أو خاطئة؟ أما فيما يخص السؤال رقم 11 قال لك pardon أعطيني dans un titre texte بمعنى أعطي عنوان للنص. نمر الآن للوضعية الإدماجية. Alors, la situation d'intégration liée à l'ouadaï l'idmajia liée à Sabankati, ou Shkaluna, afin d'inciter ton ami à venir passer les vacances chez toi, يعني باش تحط قالك الصديق نتاعك باش ياتي يقضي العطل نتاعو عندك، ريديج ان تكست، راح تكتب لي نص دون لاكيل من خلاله tu décriras توصف toute la beauté de ta région، يعني كل الجمال تاع المنطقه نتاعك، tout en valorisant son patrimoine، يعني كذلك نذكر التراث اللي عندكم، يعني من ناحيه التراث الطبيعي، يعني الجبال اللي عندكم، يعني توصفوا كامل المنطقه نتاعكم. واش راح نديرو؟ ta production comprendra، يعني الفقره نتاعك وعلى واش تحتوي، une partie descriptive et une partie argumentative، يعني جمل او جزء توصف لنا فيه وجزء تعطينا حجج عليه. تعطيني قالك دون ان تيتر اكروشور ا تا باراغراف ا تون باراغراف باردون، تعطيني عنوان لافت للفقره نتاعك، كذلك تستخدم لومبلوا لي ادجكتيف
valorisante يعني تستخدم الصفات المساعدة وكذلك تستخدم une proposition subordonnée relative et une complétive. Je pense que هاد الوضع الإدماجي راهي واضحة والسوجي راه واضح. أكيد راح نخلي لكم الإجابات بعد قليل. Alors la correction, السؤال الأول واش قلنا الكاتب هذا النص واش راه يدير؟ دونك الإجابة كانت هي ديكري ان ليو. أكيد رانا نوصفو في مكان. اسكو سي كلير؟ إذا الإجابة الأولى راح تكون سي هي ديكري ان ليو، رانا نوصفو في مكان معين. اسكو سي كلير؟ بي السؤال الثاني وقال لك واش هو الباتريمون، يعني واش هو كلمة التراث؟ التراث هو دائما نقولوا عليه ان هيريتاج، هو موروث للماضي، يعني موروث الماضي. سي قلنا فيزيتي لون دو ميزي اسيل اوفرت، قلنا هذه الجمله واش معناتها باللغه العربيه؟ واش معناتها؟ يعني نزور من بين المتاحف اللي تكون يعني على الهواء الطلق. دونك اكيد هي ان اسباس، هو مكان طبيعي في الهواء الطلق. اسكو سي كلير؟ سي ا. دي اون تروف دون اون بالميري، واش نجد في البالميري؟ يعني واش نجد في الواحات؟ اكيد نجد بوكو دو بالمي، العديد من النخيل. اما فيما يخص التكست اي دائما لو تكست تاعك سي ديسكريبتيف، يكون وصفي بنظره حجاجيه، يعني ديسكريبتيف افيزي ارغومونتاتيف. دو جي ريبون او كيسيون سيفونت، واش قالوا لنا وين نصيبو لي دون هذوك؟ قالوا لنا لي دون سون سبلانديد. داكور كومون، يعني كيفاش؟ قالوا لنا كيفاش تصيبو هذوك لي دون، كيفاش نصيبوهم؟ كومون دونك كيفاش هذه دايره هذا الهضاب الاول الرمال كيفاش دايره؟ دونك لي دون سون سبلانديد دوري، رائعة وذهبية. وين نجدها؟ أين؟ دونك elle se trouve à جانيت. elle se trouve à جانيت. on va passer à la question suivante. selon le terme، من خلال الكاتب قالنا هنا لاحظوا معايا أن الفنانين والرسامين يأخذوا الإلهام نتاعهم من واش؟ من التراث الجزائري. الجملة اللي تبين ذلك في النص هي كالآتي: les peintres ont puisé leur inspiration dans la richesse de notre patrimoine. هذه هي الجمله اللي تبين لنا موجوده في النص، تبين لنا هذا يعني الجمله تبين لنا على ان الرسامين والفنانين يدوا الالهام نتاعهم من خلال ماذا؟ من خلال الثروات الموجوده في التراث نتاعنا. جامغي بيان انكم وقفتوا لا فيديو قبل ما تشوفوا التصحيحات، توقفوا لا فيديو تعاودوا تشوفوا الاسئله، تعاودوا تقروا النص هكذا باش الاجابه تكون واضحه. اكيد راح نخلي لكم يعني السوجي في لابواد دو ديسكريبسيون. رقم 4 واش قالوا لنا؟ جو غولي لو تيكست، راح نعاودوا نقراو النص، في جو كومبليت لو تابلو، راح نعاود نكمل التابلو. دونك في النص واش قالوا لنا؟ تعطيني لو تيم، يعني هو الموضوع. دونك اكيد حنا واش رانا نهضروا؟ رانا نهضروا على لو باتريمون كولتوريل، على التراث الثقافي الجزائري. Donc le patrimoine culturel algérien. Est-ce que c'est clair? واش هي لا تيز؟ يعني واش هي وجهة النظر اللي يدافع عليها الكاتب؟ دونك لالجيري، ان الجزائر تحتوي على العديد من او على موروث ثقافي غني ومتنوع. دونك لالجيري بوسيد ان باتريمون كولتوريل ريش اي فاريي. اما الحجج اللي عندنا هنايا ناخذ حجه واحده، سواء تدو تاع دابور ولا تاع اونسويت ولا بوي ولا كيما بغيتو نتوما، انا راح ندي الحجه الاولى. دابور ديكوفرير لو سهارا ان اسباس اونيك اي فاسينون كي اتير لي توريست ان كيت دو ديكوفيرت اي ديفازيون. اما فيما يخص المثال اللي خدينا هنا، يعني في الصحراء واش رايحين نكتشفوا؟ كمثال عندنا مثلا ديكوفرير لي بانتور بيان لي بانتور روبستر، الرسوم الصخريه، لي دون دوري يعني الرمال الذهبيه، اي بيان سور عندنا بلاتو داسكيرم اللي هي هضبه اسكيرم. هادو كامل امثله موجوده في الصحراء. اسكو سي كلير؟ نمروا للاجوبه المواليه. Alors, سؤال اللي بعده واش يقول؟ Je relève dans le texte des adjectifs qui qualifient le patrimoine. هنا السؤال يقول لك ما هي الصفتين اللي يأثرون أو يبينون على التراث الجزائري كيفاش داير؟ دونك قلنا بلي هو ان باتريمون غيش، الصفة هي راهي عندنا غيش، فاريي متنوع. دونك عندنا غيش اي فاريي. نشوفوا السؤال الموالي. نيميرو 6 قالنا جو شوازي لا بون ريبونس. دونك هنا دون سو تيكست لاتونسيون، واش هي وجهه النظر الكاتب اللي يهضر عليها او واش راه باغي يبين لنا؟ سي فالوريز، يعطي قيمه اكثر لواش؟ لو باتريمون الجيريان، التراث الجزائري، بور لو فاتر كونيت، يعني باش نعرفوه اكثر. رقم 7 راح نسطروا على البروبوزيسيون سيبوردوني ونقولوا واش هي. هنا الاجابه راح تكون كالاتي، يعني كي نبغوا نسطروا من كي حتى الاخير. اسكو سي كلير؟ من كي حتى الاخير، هذه كامله بروبوزيسيون سيبوردوني.
الطبيعه نتاعها هي بروبوزيون سوبوردوني غولاتيف. علاش قلنا غولاتيف؟ لانه قبل الكير عندنا ان نو، عندنا ان اونيفير. اسكو سي كلير؟ دونك نفوتوا للسؤال رقم 8. il faut sauvegarder le patrimoine algérien car il est très riche. دونك لو رابور اللي راه هنايا اللي هو كار هذا سي ان رابور دو كوز. داكور؟ لو رابور اكسبريمي دون سيت فراز هو لا كوز، يعني السبب. كيفاش نبدلو؟ واش هي الكلمه اللي ممكن انه نبدلوها في مكان كار؟ عندنا باسكو. لاحظوا معايا كيفاش تولي الجمله. il faut sauvegarder le patrimoine algérien parce qu'il est très très riche. Est-ce que c'est clair? Alors, قلنا بلي كار هي تمثل لا كوز، السبب. شنو هي الكلمه اللي نديروها في مكان كار؟ هي عندنا باسكو. باسكو. Est-ce que c'est clair? اما رقم 9، je pense que le Sahara demeurerait l'endroit le plus visité par les touristes. Alors, on a réponse. C'est un verbe de quoi? C'est un verbe d'opinion. Alors, le verbe souligner est un verbe d'opinion. اما الفعل بين قوسين هنا فاش نصرفو؟ اكيد نصرفو في لو مود انديكاتيف. دائما قلت لكم كيكون عندكم هنا في لا فراز كومبليتيف ولا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف، كيكون عندكم ان فيرب استادير ان فيرب دوبينيون، هنا الفعل الثاني لي جي مور كو، دونك هنا يكون مصرف لو مود انديكاتيف. هنا اوتوماتيكمون تصبح الجمله كالاتي، دونك هنا سي لو بريزون دو لانديكاتيف. جو بونس كو لو سارا دومور لوندوا لو بلي فيزيتي بار دي توريست. هنا اكيد عندنا لو مود انديكاتيف. نروحوا الان ريبون بار فري او فو. شنو قلنا في ريبون بار فري او فو؟ لو باتريمون كولتوريل اي بيان بريسيو. دونك هنايا هادي سي فري، اجابه صحيحه، لانه التراث الثقافي غني جدا. لو بلاتو داسكيرم نو بيرمي دادميري لي مونتان، سي فو، لانه لو بلاتو سو ني با ان مونتان، سي هضبه، والهضبه يعني تخلينا نبغوا هضبات اخرى لكن ليس الجبال. اسكو سي كلير؟ Les ruines romaines, la musique, la peinture et l'artisanat font partie du patrimoine algérien, donc c'est vrai. يعني كل هذه تعتبر كجزء لا يجزء من التراث الجزائري. اما فيما يخص كيستيون نيميرو 11، قالنا جو دون ان تيتر او تيكست، راح نعطي عنوان للنص. هذا العنوان يكون يا اما يعني يكون بهذا الشكل. العنوان تاعنا سوا نقولوا à la découverte du patrimoine algérien، يعني في اكتشاف موروث او التراث الجزائري، او بيان كذلك نجم نقولوا le patrimoine algérien، le patrimoine algérien، التراث الجزائري. نستطيع كذلك قول la richesse de notre patrimoine، يعني الثراء نتاع le patrimoine تاعنا، ولا نقولوا par exemple un patrimoine riche et varié à découvrir، بمعنى تراث غني ومتنوع للاكتشاف. دونك هادو مجموعه من العناوين راني كتبتها لكم هكا باش تدو فكره عليها. نمروا الان للوضعيه الادماجيه. الوغ هنا في مخصص الوضعيه الادماجيه اختارتكم على مستغانم. دونك مستغانم لا بيرل دو لوكسيدون الجزائريان، بمعنى مستغانم هي جوهره الغرب الجزائري. دونك توجور عندنا اون بيتيت انتروداكسيون. مستغانم رغورج دان امبورطون بوتونسييل داتراكتيفيتي توريستيك، بمعنى مستغانم تحتوي على اهميه كبرى لجذب السياح. سات ريجيون، هاد المنطقه، ريست انكونستابلمون، بمعنى بلا منازع، او سومي، في قمه دو كلاسمون، في قمه الترتيب، يعني في قمه الترتيب. سي لو ميور اندروي، سي لو ميور اندروي، يعني هو المكان المفضل او الاول بور باسي لي فاكونس، لتمضيه العطل. D'abord, أولاً, la région de Mostaganem a toujours émerveillé ses visiteurs par ses plages. يعني دائماً ما كانت منطقة مستغانم ما تبهر السياح نتاعها par ses plages بالشواطئ de beauté inégalée بجمال لا يضاهى، décorée تكون مزينة par une bordure بحدود de sable رملية fin رقيقة ودورية ذهبية. كذلك de plus، يعني كذلك de plus، cette région هذه المنطقة qui est dotée d'une nature التي تحتوي على طبيعة فيرت خضراء exceptionnelle، يعني فريدة من نوعها. elle est favorisée par des massifs، كذلك هنالك جبال forestiers، بمعنى massif forestier، بمعنى مساحات خضراء verdoyante كبيرة أو غابات خضراء verdoyante. est-ce que c'est clair؟ خضراء verdoyante، des massifs forestiers، بمعنى غابات كبيرة. enfin في النهاية، cette région هذه المنطقة offre aux amateurs تهدي لمحبي التاريخ une grande collection، بمعنى مجموعة كبرى de sites archéologiques، بمعنى المناطق الأثرية، et divers monuments historiques، والعديد من الأماكن التاريخية comme les gravures rupestres، بمعنى النقوش الصخرية، et comme par exemple de la grotte de Masra، كما la grotte au Kef Masra.
En résumé, في النهاية, il faut que visiter Mostaganem. يجب زيارة Mostaganem. لماذا؟ Donc, هنا, كنا نشوفو استخدمنا la complétive. Il faut que vous visitiez Mostaganem. C'est le meilleur endroit pour passer les vacances. أعزائي التلاميذ هذا فيما يخص الوضع الإدماجي لنهار اليوم اخترت لكم مدينة مستغانم. جيسبر كو هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير. إذا راكم جوج في القناة ما تنساوش تابوني تاكتيفي لا كلوش بوغ سوار توت مي فيديو. جو فوزام تري فور. ما تنساوش إذا عندكم أي إشكاليات اقتراحات أي أسئلة تكتبوهم في لي كومونتير راح نشوف لو كومونتير وراح نجاوب عليكم أون ميم طون. جو فوزام تري فور. تشاو تشاو على بروشان فيديو.